السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة هتضاف لسلاكس لك موقع لتنظيم الشغل والمشاريع بتاعتك والفريق بتاعك. ده هيبقى عبارة عن ذكاء اصطناعي موجود جوه سلاك، هيساعدك في تحليل الشغل وتحليل المشاريع، وانت تقدر تسأله وهو يجاوب او تقدر تخليه هو يجاوب بدالك. ممكن تقول له اعمل لي بريف بلان فيبدأ يعمله لك على طول. ده هيبقى جزء من الشات في السلاك مع التيم بتاعك، مع العملاء، مع زي ما انت عايز. ممكن يكون لك صور اسئله بلاشه، ممكن يكتب لك كود، ممكن يحلل لك ملفات، ممكن يتولى موضوع الترجمة. ففي شوية امكانيات كويسة جوا ان شاء الله.